ونفرض انه انا معلن معين وحابب اصمم اعلانات لمنتجي وانشرها على الوسائط والوسائط الموبايل بشكل عام، هل في محاذير او شغلات يجب الانتباه عليها عند تصميم الاعلانات هاي؟ مثلا حجم البرودكت يكون هالقد، حجم الماركتنج مسج تكون اكبر اصغر؟ هي افضل طرق طبعا انه لازم يكون الاعلان المسج اللي عليه تراعي الكلتشر الموجوده عندنا والمنطقه اللي انت ناوي تتوجه لها باعلانك. فيعني خلينا نحكي احنا في منطقه عربيه، فلازم تكون مسج كمان اذا مسج مكتوب باللغه العربيه. بالسعوديه يفضل دائما انه يكون المسج مكتوب باللغه العربيه، في الامارات يفضل دائما انه تكون مسج بالعربي والانجليزي. المسج ما تكون صعبه القراءه، تكون واضحه، تدل المشاهد على الجوال انه شو الفائده لما يضغط على هذا الاعلان، شو راح يستفيد. فهذه كلها بتساعد انه يقدر يوصل الرساله تبعيته للمشاهدين في منطقه الشرق الاوسط. طبعا في ستاندرز معينه متواجده للاعلانات لازم الواحد يراعيها لما يعمل اعلانات على الهاتف الجوال، ويفضل انه يكون عندك اكثر من بانر عشان تقدر توصل المسج تبعيتك بطريقه مختلفه، دائما تواصل مع اكثر عدد من المستخدمين على الهاتف الجوال في المنطقه.